الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكما دينا وأداء. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ القرار رقم 121 لعام 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة. ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم. وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا لأحكام هذا القرار تحت مسؤوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها من ملفات خدمة الموظفين. ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعا ملحوظا. وأشار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار لعام 2022 مقابل 5.12 مليار دولار لعام 2021، محققا بذلك معدل نمو يفوق الضعف. وبحسب التقرير جاءت مصر في المركز الأول من حيث تدفقات الداخلة للقارة الأفريقية مستحوذة على 25% من إجمالية تدفقات الاستثمار الأجنبية إلى أفريقيا عام 2022، يليها كل من جنوب أفريقيا وأثيوبيا. في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط مع توقعات بشح الإمدادات من الولايات المتحدة، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 27% إلى 85.12 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 28% إلى 81.22 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 59% ليسجل 3.5 دولار للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1.58% ليسجل 2.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد البنك المركزي الإيطالي على ارتفاع الدين العام لمستويات غير مسبوقة في يونيو الماضي، حيث سجل خلاله قفزة بأكثر من 30 مليار دولار ليتجاوز 3.1 تريليون دولار. وأضاف البنك الإيطالي أن الارتفاع المسجل في قيمة الدين العام يعكس زيادة السيولة في الخزانة في يونيو الماضي بمقدار 15.65 مليار دولار إلى 46.1 مليار دولار، ذلك بالإضافة إلى متطلبات الاستدانة بمقدار 13.6 مليار دولار. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم دينا وأداء. شكرا لك مرنا إيهاب.